أشكون ياخذ الوقت باش يدقق وباش يثبت باش ياخذ المعلومة من مصدرها وباش يتعرف على الأشياء قبل ما يحكم عليها. ما احنا في عصر الفاست فود فهمتني. وهذيك هذه كلمة ترجع برشا في تكوين الأحزاب في تكوين المؤسسات. وقت اللي نعملوا حاجة بالزربة عمرها ولا تشد صحيح. وللأسف هذا عنده انعكاس على الثقافة العامة والذوق العام.